اكتظ سوق المباركية بالمتابعين لنهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم 23 التنافسية، وكان سوق المباركية الذي يلقى شعبية لدى أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد أبرز الأماكن التي وفرت شاشة عرض كبيرة لنقل أحداث المباراة لرواد وزوار السوق، فقمنا بأخذ عينة من ضيوف الكويت الخليجيين. والله ما شاء الله لما طيبة، يعني وين ما تروح عمانيين إماراتيين قطريين سعوديين ما شاء الله أخوان في كل محل ما شاء الله، والله يبارك بهاللمة إن شاء الله. والله الأجواء حلوة، والله الأسر والعوائل والعيال كلهم جميلة جدا. والله أكثر دورة استمتعت فيها وحبيت أطالع عليها وتفرج عليها بغض النظر عن مستويات الفرق والأمور الفنية، كانت دورة بين الأحبة والأشقاء، كانت مبادرة حلوة من دولة الكويت من أبونا القائد صباح الأحمد طول الله بعمره في أن يعطي الكويت أنه تلم الأحبة والأشقاء. استضافت الكويت بطولة كأس الخليج العربي في كرة القدم خليج 23 والتي أعادت للكويت فرصة اختبار فرحة اللعبة، فكانت الكويت مسرحا لأبرز بطولة كرة قدم خليجية والتي تعود بعد 3 أعوام على النسخة الأخيرة والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية. أجواء المباركية الصراحة حلوة ممتعة، يعني حتى دول الخليج اللي برا أنا أسافر لها بعد مرات كلها قاعد تتكلم على أجواء المباركية. أجواء المباركية حلوة، جميع الخليج الخليجيين إخواننا موجودين هنا، أجواء حلوة، تراث شعبي نقدر نقول. يوم رحنا بس كان البيت جينا عشان طلع المباراة. تأتي البطولة هذه السنة في ظل فرحة خليجية غامرة بمشاركة كل منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أسعد الجميع ويعد نجاحا كبيرا للبطولة. ولم تكن مسيرة خليج 23 يسيرة قبل أن تحط الرحال في الكويت. طالب كحيلان الشحري، تلفزيون دولة الكويت.